كتير مننا ما يعرفش العالم ده شوية بعيد عنه، نحب لما أقول لحضرتك النحت رباعي الأبعاد تقول تحتيه إيه بكل ما توصل ليه لحد الآن؟ هو الحقيقة فكرة النحت رباعي الأبعاد هو وصف للنتيجة اللي احنا بدأنا نقدر نحققها الحمد لله، وده كان تشالنج وطموح كبير مرت بيه من أول جراحات التجميل للإجراءات الغير جراحية لأجهزة كتيرة جدا، على ما قدرنا نوصل لفكرة إزاي أقدر أرسم معالم الجسم بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة، وزي ما قلت زي ما حضرتك قلتي، بدون ألم، بدون فترة نقاهة طويلة، بدون جروح وآثار جروح، وبدون حدوث مضاعفات. وهو كان العلم الحديث في عالم التجميل كان دايما بيدور على ازاي اوصل للرسمة اللي كل فتاة وسيدة ورجل يتمناها بدون هذه المشاكل اللي حضرتك اتكلمت عليها. عظيم، احنا طبعا هنتكلم بالتفصيل، بس احنا بنوجه كلامنا لمين دلوقتي؟ يعني حضرتك بتقول للمين لو عندك كذا، لو بتعاني من كذا، يبقى انت محتاج النحت الرباعي بداية. هو الحقيقة كل الفئات بتحتاج نحت الجسم. سيدة وحملت وعندها آثار بعد الحمل، حتى الفتاة الرفيعة في الوزن عايزة تشيل من منطقة وترسم منطقة وتحط في منطقة، اللي خست عايزة منطقة فيها ترهل في الجلد بنعمل لها نحت بحاجة اسمها جي بلازما، اللي لسه وزنها مليان شوية بس عايزة ترسم جسمها على وزن معين، مثلا لو ضيقنا الخصر ورسمنا البطن حتى لو هي وزنها عالي شوية بتبقى حاسة ان هي حققت الشكل اللي هي تتمناه، الرجال والكرش والبطن المشهورة، البطن المصرية والعربية اللي كلنا عارفينها، ورسمة السكس باكس والفي لاين والكيرف بتاع الظهر، وازاي نرسم السايز او الفخدين برسمة الستاندرد، المخروطية تنزل مليانة وتنزل على الركبة رفيعة وبعدين السمانة تنزل ازاي. عشان كده هو اسمه النحت الرباعي. يعني هو خد بال حضرتك، الرسمة التجميلية هي ثلاث أبعاد بس، كلمة الرباعي دي أيوة. هي كلمة مجازية، الروح اللي بتضيفه الرسمة على الشخص، يعني البعد الرابع في الرسمة هي الأبعاد الهندسية، هي طول وعرض وعمق عمق صح. البعد الرابع عندنا هو بعد بقى الروح اللي اترسمت دي وتأثيرها، ده بنعتبره بعد لوحده، لأن في الآخر ده تجميل، ده مش رسمة على ورق. لما الشكل يترسم ويدي معنى حلو وتقولي عليه كده لا ده ما شاء الله حاجة جميلة، هو ده اللي بنعتبره البعد الرابع، وهو الروح والرأي العام للرسمة اللي احنا حققناها. طيب يا دكتور، حضرتك ذكرت في بداية كلامك، قلت التكنولوجيا اللي مستخدمة في حاجة اسمها الفيزر صح؟ في الجي بلازما، في حاجات تانية كتير، لو نبدأ مع حضرتك كده واحدة واحدة تقربنا منهم. هو الحقيقة التكنولوجي الحديث اعتمد على فكرة ان انا عشان اقدر اشتغل بطرق غير جراحية بعتمد على ذبذبات معينة موجهة، سواء بقى للدهون لو انا عايز اعمل نحت شفط دهون للجلد، لو انا عايز اعمل شد للجلد، ان التكنولوجي عشان يدي التأثير القوي بتاعه لازم يتم من خلال ابرة رفيعة بتدخل تحت الجلد وتطلع الذبذبات بتاعتها موجهة للي انا عايزه. يعني الفيزر مثلا فكرته هو ابرة تحت الجلد تدخل من تانية البطن مثلا او في الفخدين او في الظهر او في اي منطقة، بتطلع الذبذبات تحت الجلد، بتؤدي الى ان الخلايا الدهنيه في المنطقه دي بتتحول لسائل، والخلايا الدهنيه بتموت تماما، يعني ما بترجعش تاني. لما بتحول الخلايا الدهنيه لسائل بقدر اشفطها بشفاط رفيع من نفس الفتحه الصغيره، يبقى انا فضيت المنطقه دي تماما من الدهون. ولو عايز ارسم بيها سكس باكس بقى ارسم، يعني اسيب المناطق اللي انا عايز اعملها، لو عايز ارسم شكل معين في لاين ايا كان اقدر احدده بالرسمه بتاعتي. الذبذبات اللي بتطلع بتفرق كتير قوي عن الشفط القديم، ان هي بتبقى تارجتنج او موجهه للخلايا الدهنيه، فما لهاش تاثير بقى، ما تخليش المريض ينزف، ما تخليش فيه الم شديد، تحافظ على الاعصاب، تحافظ على الكولاجين. يبقى هو ده الفرق الكبير اللي خلى فيه طفره كبيره في عالم النحت بشفط الدهون بالطريقه الحديثه اللي اسمها الفيزر. الفيزر بيدي نتيجه فوريه، يعني المقاسات لو نشوف الصور
النتيجة بنشوفها قدام عينينا. يعني احنا شايفين الصور دلوقتي يا دكتور، يعني النتيجة بنشوفها فوري. يعني الرسمة دي بنحققها على طول فوري جوه غرفة العمليات. هي عملية لكن غير جراحية، يعني زي ما حضرتك شايفة مفيش جراح. لكن الإبرة دي تحت الجلد بنقدر بقى نرسم بيها زي ما احنا عايزين، نقلل. ده حد عايز مثلا يرسم بطنه، في حد تاني بيقول لا انا عايز بطني فلات خالص، مش عايز علامات، فنقدر برضه نحقق له النتيجة. التسدي من الحاجات، الفيزر حللنا مشكلة ان انا افتح جرح واشيل الغدد ويبقى فيه سكار، وبالذات للشباب اللي داخلين كليات عسكرية كان بيبقى عندهم مشكلة كبيرة ان هو عشان ألغي له حاجة كانت بتطلعه بره الاختبارات عامل له جرح، هو برضه هيطلعه بره الاختبارات. لا، الفيزر إبرة رفيعة بتدي النتيجة المثالية زي ما حضرتك شايفة، بتموت الخلايا الدهنية والغدد اللبنية وتدي نتيجة فورية وبدون أثر. والجي بلازما بقى إيه الفرق بين ده وده؟ الجي بلازما زي ما حضرتك شايفة بيشتغل على الجلد، بيخلي الجلد يفرد، يعني دي مناطق ما فيهاش دهون لكن الجلد شكله مترهل، بيشد الجلد ويديني النتيجة المثالية، وبرضه في جلسة واحدة، وهي برضه عبارة عن إبرة لكن الذبذبات اللي طالعة منها موجهة للجلد، للطبقة العميقة من الجلد، مش يعني لو شفتي دي مثلا بطن، يعني. دي بطن ما فيهاش دهون. في صورة تانية عندنا أعتقد فيها بقى دهون وجلد، دي بنحتاج فيها الاثنين بقى يا دكتور. كل ده جي بلازما بس. ليه؟ ما اشتغلناش على طبقه الدهون. في صوره تانية لسيده هنشوفها برضو، لا هي فيها دهون كتير وفيها جلد مترهل. في الحالات اللي زي كده لا، احتاج اعمل الفيزر عشان اسيح الطبقه الدهنيه، واحتاج اشد الجلد بالجي بلازما عشان ما الجاش للجراحه، واخد النتيجه اللي بنتكلم عليها ونقول دي نتيجه فوريه ونتيجه دائمه ورسمه اللي الشخص عايزها. والكلام ده نقدر نعمله نطبقه في كل مناطق الجسم، سواء في البطن، في الظهر، في الفخذين، في يعني المنطقه الوحيده اللي ما نقدرش نعمل فيها هي الثدي في السيدات، لانه له استراكشر وتكوين مختلف. دي لا، لازم نعمل جراحات اخرى لشد الثدي ورفعه وكده. طيب لسه هنكمل طبعا في الاجهزه او في الامكانيات، لكن حابه ادخل مع حضرتك العمليه. يعني قول لي بتستغرق قد ايه مده، بتحضروا المريض ازاي، فتره النقاهه برضو لان كله بيخاف اكيد. بعد برضو بتقعد قد ايه؟ يعني المنطقة مثلا في الفيزر بتاخد ساعة الا ربع او 45 دقيقة. لو عملنا معاه جي بلازما في نفس الاجراء تزيد نص ساعة، يبقى ساعة وربع. وزي ما قلت لحضرتك بدون جرح النتيجة بتظهر فوري اثناء العملية، بيبقى في تخدير، المريض ما بيحتاجش يقعد في المستشفى. ممكن بنحتاج لو المريض عايز يبقى صاحي بياخد نص تخدير نصفي، او لو عايز ياخد منوم خفيف يبقى سديدت، او يعني وعيه مش حاسس بأي درجة من الألم، بنديله منوم خفيف. لكن عادة ما بنحتاجش للتخدير الكامل إلا لو في جراحات أو قص جلد أو حاجة زي كده. والنقاهة حضرتك كنت هتقول فترة النقاهة في المستشفى ما بيحتاجش يبات في المستشفى، طالما هنعمل منطقة واحدة أو اتنين. وياخد مثلا أو تاخد فترة نقاهة يومين ثلاثة راحة في البيت، وما ان ما فيش جرح ما بقاش فيه قلق على اي حاجه. كل الاعراض اللي تبقى موجوده شويه تورم خفيف واحمرار كده، لو قلنا ياخد او تاخد يومين ثلاثه راحه يكفي تمام. والالم بيبقى مثلا في الاول وبعد كده بيروح ولا ما فيش خالص؟ هو ده من اكتر المميزات اللي بتميز الاجراءات الحديثه، ان بما ان ما فيش جرح ما فيش استئصال، ما بنقصش حاجه، ما فيش خياطه، ما فيش الكلام ده، فالآلام حاجة بسيطة خالص، شوية تورم من نتيجة التورم والإحمرار والشد العضلي اللي موجود، وبيروح مباشرة بعد الإجراء. طيب لو في بقى كرمشة في الوش، في تجاعيد، بتستخدموا لها إيه هنا يا دكتور تحديدا؟ إيه الجهاز اللي بيستخدم؟ هو حديثا الجي بلازما بينفع للرقبة، لكن الوجه نفسه الاندوليفت، يعني دي حالة مثلا استخدمنا فيها الاندوليفت زي ما حضرتك شايفة، تجاعيد الرقبة، الساد فيس، أو السقوط اللي من عند زوايا الفم،
بيختفي تماما، وده برضو النتيجة دي زي ما بقول لحضرتك بنحصل عليها فوري أثناء الإجراء على طول. ممكن تحت العين بنعمل إندوليفت، الخدود الساقطة برضو بنعملها بالإندوليفت. الإندوليفت ده عبارة عن شعرة رفيعة زي شعرة الرأس بالظبط، رفيعة جدا، وبتتوصل بجهاز الإندوليفت، بندخلها من خلال الجلد، ما بتسيبش أثر خالص، يعني هي أرفع من إبرة الإنسولين، بتدخل بقوة الليزر تحت الجلد، تمشي بتطلع ذبذبات الليزر مباشرة بقى على الكولاجين تيشو. وهو ده النقطة المهمة، إن أي جهاز كان بيشتغل من بره ما كانش بيقدر يوصل للعمق الكافي بالقوة الكافية، لأنه لو وصل بقوة كافية هيأثر على الجلد الأول، يعني ممكن يلسع الجلد. يلسع الجلد. الإندوليفت مميز إن هو بيطلع الذبذبات تحت الجلد، فالجلد ملوش أي تأثير بيبان عليه، ولا حتى كدمات ولا احمرار ولا تورم ولا أي حاجة. لكن بيشتغل على الكولاجين، الكولاجين ده هو الأعمدة اللي المفروض بتبقى شادة الجلد في جسمنا، كأنه بيبني أعمدة الكولاجين من أول وجديد، فتلاقي الخدود رفعت، الساد فيس والزوايا الفم رفعت، كرمشة بتاعت الجلد فردت، حتى رغم اننا ما بنحقنش سائل ولا حاجة، لكن بتلاقي عمل فوليوم، الخدود ظهرت اترسبت، تحت العين اتفرد. احنا بنقول الاندوليفت الحقيقة طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل. احنا بنتكلم عليه للوجه كتير، لان هو بينفرد بأنه هو الوحيد اللي بيعمل التأثير ده في الوجه، لكن هو بيشتغل على الجسم برضه. يعني بيشتغل زي الجي بلازما على الجلد وعلى السيلوليت وعلى كل مناطق الجسم، لكن هو بيتميز أنه الوحيد اللي يشتغل على منطقة الوجه والخدود وتحت العين. والكلام ده بيتعمل بقى بدون تخدير على الإطلاق، كريم بس مخدر موضعي، وبتعمل في العيادة، ما نحتاجش نروح مستشفى. ده جميل جدا، والحقيقة نتيجته فوريا ممكن يدينا على الأقل 50-60% من النتيجة اللي احنا عايزينها. يعني السيدة أو الرجل بيشوف النتيجة قدام عينيه فوري، وعلى مدار شهر ونص يحصل على النتيجة الكاملة وبدون اي اثر وشكل طبيعي. يفضل على طول يا دكتور ولا لا؟ على الاقل علم علامات الشيخوخه، ممكن تظهر تاني، ممكن ياخد له 5 سنين 7 سنين، يعني حاجه اختراع جميل جدا.